حديث أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر. هذا محتمل والله أعلم أنه كناية عن الكشف للفاحشة وتعاطي ما حرم الله. أما لو كشفت ثيابها لحاجة في حمام خاص ما عندها أحد في بيت أخيها أو بيت عمها أو بيت أبيها، فالأقرب إن شاء الله أنه لا شيء عليها. والحاصل والله أعلم أن المقصود هو الكشف الذي يفضي إلى الفساد. نعم. ومن ذلك الكشف الذي ابتلي به الناس اليوم ما يجري في الأندية، هذا نساء صالون يسمونه نادي وتكشف العورات، والدنيا اليوم كلها كاميرات، في كاميرات صغيرة لفضيحة الناس صنعها الكفار. وربما تذهب المرأة لبعض الأندية فتصور فتساوم على ذلك، تدفعين أو ننشر صورك، تكون بين نارين، هذا مصيبة. وهذا نسمع فيه كثير وكثير جدا. فعلى المسلمة والمسلم ألا يتعرى لغير حاجة، في علاج، في حاجة، في شيء، نعم، أما لغير حاجة أو حاجة غير ملحة لا، يحذر المسلم من هذا كله. نعم.